السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مع بعض بنسوي مربى زنجبيل، شغلة بسيطة وجميلة إن شاء الله، خصوصا في الشتاء. وطبعا عشان أوضح، ترى هذه أول مرة أسويها، وإن شاء الله إذا نجحت بنخبركم بالنتيجة وبنسويها مع بعض. المكونات بعد شوي بنزلهم إن شاء الله وبتشوفونهم، والأمر سهل جدا إن شاء الله. وطبعا بس عشان ابين، الزنجبيل يقطع بها الطريقة شرايح او اصغر من ذلك، مو مشكلة. ولتقشير الزنجبيل ترى امر سهل جدا، تحتاج لتقشير الزنجبيل استخدام معلقة، فسريع وما ياخذ، يعني مو مثل السكين ياكل من جزء من الزنجبيل، لا يشيل القشرة فقط. في بعد الامر بنحط الزنجبيل معاه ماي وبنخليه يفور لخمس دقائق. هالشغلة راح تخفف من حدة حرارة عملية التفوير، ما بين 3 إلى 5 دقائق، مو أكثر من شيء، عشان بس نخفف مثل ما قلنا من حدة الزنجبيل. طبعا الحين من ها تشوفون هالطبقة، هاي كلها بنشخلها ويصفى من الماء. هاي 5 دقائق طافت، الحين على طول على المشخلة. هذا الحين ها شخلناه، صفيناه من الماي، وبنرده وبنحط عليه المكونات الثانية إن شاء الله. الزنجبيل وبنحط فوق السكر، وبنصب عليهم العصير البرتقال ايضا، عملية عشان تذويب السكر والمزج. الان مثل ما تشوفون حطينا عليه السكر والبرتقال والليمون، وبننتظر لما يذوب، وبعدين بنتركه على النار لمدة. وهذا مثل ما ذكرت لكم اول مرة اجرب مربى زنجبيل، طعم منه طبعا قبل جدا لذيذ كان. داد هذه اول مرة، وأشكر المطبخ الذهبي لتعاونه معي في هالموضوع وإرشادي لبعض المواقع. طبعاً مش سيأخذ وقته، أنا أول 5 دقائق تركته على نار عالية، والآن وضع على نار متوسطة وبتركه لمدة الباقي. الحين كمل 1.5 ساعة، نشيله نطفي عن النار ونوديه على طول نضربه بالخلاط ضرب خفيف إن شاء الله، بحيث إنه يتذوب. الحين مثل ما قلنا في الخلاط شيء بسيط، بحيث انه طبعا اكثر من جيب نذوبهم، بس مو بذوبن، ما نبغى عصير احنا. هذا القوام ضربناه خلطناه، الان بنصبه بنحطه ان شاء الله في الجدر 5 دقائق على النار عشان يتماسك. بعد طبعا بعد ما هينا من الخلاط حطيناه هني 5 دقائق، مع عملية التحريك هاي راح تنشف شوي السوائل وتزيد كثافتها ان شاء الله. خلاص الان بنطفي عنها النار ونفرشها ونخليها لما تبرد، ونخبركم ايضا بالطعم. هذه الان كانت هالكميه اللي هني، صار نص كيلو هذه موجوده فيه. وعاء زجاجي حافظ كير، لا نغطيها، نتركها لما تبرد تاخذ وضعها وبعدين بنغطيها. الان تترك مكشوفه ان شاء الله. بالنسبه للنتيجه الاوليه وجدت ان فيها لذعه شويه حاره، يعني حراره الزنجبيل، السكر شويه عالي، لكن الطعم جدا طيب. حموضة الليمون والبرتقال مناسبة جدا، بس مثل ما قلت لكم السكر لو قلل شوي اعتقد كان بيكون افضل. نتركها لما تبرد، تعرفون المربى تؤكل وهي باردة افضل، تتشرب تاخذ وضعها، وبعدين بخبركم ايضا بالنتيجة النهائية ان شاء الله. طبعا اعتقد بالنسبة للذعة الزنجبيل لو خففت المدة في بداية الغلي كان الى 3 دقائق، كان اعتقد كفته فقط. في شيء احب اكد عليه، بعد ما يوضع في الاناء ما يدخل الثلاجة، يترك لين ما يبرد بالوضع الخارجي او حرارة الغرفة، لان التغير من حار الى بارد على طول راح يفسد عليك اي تركيبة كانت. دائما وابدا ما تدخل الثلاجة مباشرة الا ما ياخذ وضعها.